عقد الاجتماع ديال المجلس الإداري ديال الأكاديمية الجهوية ديال الجهة، وفي نفس الوقت كانت مناسبة لزيارة واحد العدد ديال المؤسسات التعليمية ووقوف الأنشطة تقوم بها واحد العدد ديال المؤسسات، من أنشطة رياضية أو أنشطة اللي هي عندها علاقة مع أندية اللي تحاول تساعد تلاميذ انفتاح على المحيط ديالهم. وكانت مناسبة أيضا لقاء برجال ونساء التدريس. نبغيت مرة أخرى نشكر كل شركاء ديال المنظومة التربوية، من السلطات المحلية، من منتخبين، من جمعيات ديال المجتمع المدني اللي هي تتواكب هذه المنظومة باش تمشي نحو المزيد من الجودة إن شاء الله في المستقبل.